لجنة التيسير من أول يوم عملت إيه؟ جابت الاتنين المفصولين لارتكابهم مخالفات مالية وأعادتهم للنقابة مش كده وبس والاثنين واحد منهم اللي هو مدير الشؤون القانونية كان صادر ضده حكم بعدم بإيقافه عن العمل وعدم إعادته للنقابة يبقى الناس دي خالفت حكماً قضائياً ده أول حاجة الراجل ده بالذات بعد اعادته سووا له عهده اللي بسببها توقف ب ألف جنيه بدون مستندات المستشار اللي عينه وزير الري مؤقت للنقابه كتب له مذكره قال له يا عم حلال عليك ال ألف وبناء على كده المجلس او هذه اللجنه سوت له ميت ألف جنيه قالت له خلاص ما عليكش حاجة دي أول مخالفة اللي يجب أن تذكر بلغت 150 ألف جنيه في ثلاثة أشهر من أموال المهندسين لوحده وكأنما ده سوبرمان ده الوحيد اللي عمل كل العمايل الهامة في النقاب <applause>